يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألقى شخص كلمة بعد الصلاة وأتى على الآية التي في سورة الكهف، وهي قوله سبحانه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ذكر أن هذا بعد أن انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدة 15 يوما، وحدده ب15 يوما لأنه لم يقل إن شاء الله، فهل هذا التفسير صحيح؟ هم سألوه عن ثلاث مسائل، سألوه ثلاث مسائل فقالوا أنبئكم عنها غدا، ولم يقل إن شاء الله. الله قال له: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فتعلق الأمر بالمشيئة ولا تجزم، تعلق الأمر بالمشيئة ولا تجزم. نعم.